FM. الكلمة ليك. إيديتو. إيديتو. صباح الفل، صباح الأمل للناس كل. هل يلجأ الرئيس لانتخابات مبكرة؟ أو توا في بداية الخريف قد يبدو هذا العنوان غريب شوية، لكن أعتقد أنه من باب الاستشراف وقراءة التقاطعات جملة من الأحداث التي تجري اليوم تجعلنا نتساءل عن الاستقرار السياسي في البلاد للمدى المنظور، أي لسنة 2018 على الأقل. فالسنوات التي تلت 2013 وإن كانت عجافا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها ثبتت درجة من الاستقرار الذي مكن من محاربة الإرهاب بفعالية ونجاعة، كما حافظ على وحدة الأجهزة والمؤسسات التي شهدت اختراقات وهي تفترض الحياد الدائم. وكانت الكثير من التحاليل السياسية تذهب في اتجاه أن تدهور الوضع المالي المستمر وتردي الوضع الاقتصادي والتجاري يقابله على الأقل حجم حريات مشهود من الداخل والخارج واستقرار سياسي، ولو أنه مجرد تحكم في منسوب العنف الذي انزلقت له البلاد بين 2012 و2013. واليوم تشير كل الدلائل تقريبا إلى أن تلك الهدنة يمكن أن تنتهي ليكون بديلها المبني للمجهول. فعلاقة رئيس الجمهورية بحركة النهضة لا تبدو على أحسن ما يرام، ليس فقط من خلال ما يرد من التسريبات والتحاليل، بل بوقائع لا يمكن قراءتها إلا في اتجاه واحد وهو الذي نتحدث فيه. فظهور رجل غنوشي الأخير في قناة نسمة وما حمله من رسائل بخصوص رئاسيات 2019، مضافا إليه الصورة التي قدم فيها حركة النهضة مستوليا بذلك على شعارات وخطاب نداء تونس الأصلية، وحتى على بدلة وربطة عنق البيجي قايد السبسي بذلك اللون الأزرق، والتي جاء الرد عليه سريعا من قصر قرطاج الذي طرح المساواة في الإرث، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يمكن أن يسحب الوديعة التي وضعها لحساب حركة النهضة في واشنطن بخصوص الإسلام المدني الديمقراطي، حين قال الرئيس يعرف الناس اللي يعرفوني توا يفهموا اللي قلته لأوباما ظهر لي راو ما فهمش منه وندمنا عليه. وجاء الرد في غضون أسبوعين بأن رمى رشد الغنوشي بمقترح إحياء الأوقاف الإسلامية، والأوقاف الإسلامية هي عودة إلى ما قبل 57، رغم أنه سي صاحبي جهنا وقال فونديشن، قلنا له راه الفونديشن ما تنجمش تكون وقفيشن، هذا فضلا عن أن رموز حركة النهضة لم يتم استدعاؤهم لا لمناسبة 13 أوت النسوي، كما لم يظهروا في صلاة العيد كمرافقين لرئيس الجمهورية. وهذا الجانب البروتوكولي له حقل دلالي واسع ويمكن قراءته وبناء نتائج سياسية عليه في العلوم السياسية. ينضاف لذلك موضوع الانتخابات البلدية التي أعدت لها حركة النهضة وتمسكت بإجرائها في الأجل المضروب لها دون الالتفات لما يفكر فيه رئيس الجمهورية، الذي لا يغيب عنه أن حزب نداء تونس قد أصبح كالصدفة الفارغة إلا من بعض الضجيج الذي لا يقنع أحدا من بعض وجوه القيادة المنتدبة المرتبطة عضويا بأجندة حركة النهضة وليس بأجندة الرئيس، وهذا ما أدركه على ما يبدو من خلال ما يتوفر له من تقارير. وقد بدا لي الذراع واضحا في موضوع البلديات، فالتحرك الذي قامت به مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي نشطها السيد محسن مرزوق لم يكن بعيدا عن توجه السيد بيجي قايد السبسي، الذي سمعنا أنه يرفض إمضاء الأمر في 9 سبتمبر، رغم إصرار شريكه راشد الغنوشي الذي هلل ل7000 حاكم جديد في قناة نسمة. وقد أصبح اليوم في حكم اليقين أن الانتخابات البلدية ذهبت في الحد الأدنى إلى شهر مارس 2018، وفي الحد الأقصى وهو المرجح عندنا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وفي هذا النسق التصاعدي للتوتر بين جهتي الحكم الرئيسيتين أي مونبليزير وقرطاج، جاء التحويل الوزاري ليسحب من حركة النهضة عددا من الامتيازات الاستراتيجية، بدءا بفرض أشخاص تثق بهم في وزارة السيادة. وقد تغير الوضع الآن، فوزير الدفاع استقال من الحكم ومن نفس المنصب الذي أسند له الآن، عندما كانت حركة النهضة تحكم البلاد وتهيمن على كل شيء فعليا. ووزير الداخلية الجديد بالنسبة لحركة النهضة، وقد تكلمت على لسان السبير ولا حرك شعب المواطنين، وفي تلميحات أنه شخص مصنف خطر في أوساط النهضة، وقد حاربوه بمختلف الوسائل في السنتين الماضيتين، وهو يشغل خطة أمر الحرس الوطني آنذاك. هذا دون الالتفات إلى خسارة بعض المواقع ذات الأهمية من حيث النفوذ في باقي الوزارات. صحيح أن حركة النهضة أعلنت رسميا قبولها باستمرار المشاركة في الحكم، ولكن المؤشرات التي يعرفها الجميع أن سنة 2018 ستزيد من اشتداد الكابوس الاقتصادي والمالي وما يرافقه من تدهور في الوضع الاجتماعي. وبالعودة للحديث عن الاستقرار، أين ستكون حركة النهضة في علاقة بالاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات والاضطرابات المتوقعة للسنة القادمة؟ والحاصل وما يتحصحص أن كل التقاطعات تشير إلى أن الخلاف الحاصل الآن بين قرطاج ومونبليزير مرشح للتفاقم أكثر منه لتسوية كتلك التي حدثت في صائفة 2013، وأن ذلك سينعكس سلبا على حكومة يوسف الشاهد التي ستبحر في حقل ألغام اقتصادي وسياسي وأمني، وقد تشهد سحب حركة النهضة لوزرائها في أي لحظة من تطور الخلاف، مع احتمال اهتزاز الاستقرار الهش الذي شاهدته البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي هذه الحالة يظهر لي أنه لن يبقى أمام رئيس الجمهورية بعد انسحاب الأغلبية النسبية 69 مقعد للنهضة إلا الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، يكون قد قضى منها 4 سنوات في عهدته مرشحا لعهدة جديدة ب5 سنوات. وعلى هذه الخلفية وبهذه المفردات، إن استمرت يكون قد فاز في انتخابات مبكرة وسابقة لأوانها، والعلم عند الله. Édito. Cap FM. El Kilmelik.